تعالي بقى نروح لنادي الأهلي وانتقالك ليه جه ازاي؟ انا في نادي الاهلي بقالي اهو دي 5 سنة ليا للنادي الاهلي. انا كنت بلعب في نادي الصيد من وانا عندي 8 سنين. كان في محاولات ان انا اجي النادي الاهلي من 2018، دي كانت اول سنة ليا للنادي الاهلي. كابتن ايهاب الالفي قبل كابتن طارق خيري وقبل كابتن علي هاشم، اول مدرب اتمرنت معاه في النادي الاهلي، تواصل مع اداره النادي الاهلي قال لهم ان عايز اللعيبه اللي بتلعب في الصيد اسمها سرايا. الموضوع مشي ما بيني وبين نادي الصيد، قلت لهم انا عايزه العب للاهلي خلاص. انا يمكن بحقق دوليا وعالميا، بحقق بطولات وجوائز فرديه، بس محليا بقى كنت عايزه اخد دوري، كنت عايزه اخد كاس، عايزه اعمل تاريخ ليا، فهو ومش هلاقي الحاجات دي غير في النادي الاهلي. فالنادي الاهلي بصراحه كانوا مرحبين بيا جدا، حتى اللعيبه نفسها البنات، احنا كنا اصحاب اصلا من المنتخب، فما لقيتش اي صعوبه ان انا اتقل من الصيد للاهلي. كابتن ايهاب تواصل مع اداره نادي الصيد، واداره نادي الصيد جت سالتني، قلت لهم لا خلاص انا فعلا عايزه النادي الاهلي اكيد من غير اي نقاش. فبصراحه الموضوع مشي خلص على طول، بعت بطاقتي عشان العقد بتاع، الموضوع خلص بسرعه جدا. وبصراحه الخطوه دي انا يمكن ندمانه اني ما عملتهاش بدري. ندمانه على ايه؟ اني يعني كان نفسي اجي الاهلي فعلا من بدري بصراحه. انت عدد بطولاتك مع الاهلي قد ايه؟ يمكن السنه دي هو 15 بطوله في 5 سنين ما شاء الله.